وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف سالم أبو خزام، كاتب صحفي من درنة. بعد التحية، يعني مر أسبوع على واحدة من أكثر الكوارث فداحة في تاريخ ليبيا، إلى أين وصلت آثار الكارثة في ليبيا؟ أهلا وسهلا، أحييك شاكرا لكم إتاحة هذه الفرصة للتحدث إلى متابعي قناة الإخبارية المصرية. طبعا يعني هذه الكارثة كبيرة، وقد مضى عليها حتى الآن 7 أيام تقريبا. أهم الأخبار هي تحلل الجثث، لأن هناك الكثير من الجثث تحت الإنقاض، بل يعني السيارات التي كانت تتحرك فرارا وهروبا للنجاة لقد جرفها السيل وأخذها ناحية البحر. الآن تم اكتشاف أن هناك مئات السيارات أقول في قاع البحر، ويعني فرق الإنقاذ بدأت تتلمس طريقها في الوصول إليهم لانتشالهم. الحقيقة يعني هذه السيارات معبأة تماما بأفراد العائلات، بين 6 أشخاص و5 أشخاص وهكذا. فطبعا هذه أيضا كارثة بيئية، بالإضافة إلى نفوق عدد كبير جدا من الحيوانات في المدينة. أيضا يعني كما قلت لك، هناك أشخاص كثيرين تحت الإنقاذ، منهم من تم يعني إخراجهم أحياء، ومنهم من تم إخراجهم أموات، ولكن لا تزال هناك أعداد كبيرة، لأن الحقيقة هذه كارثة وطنية هب إليها الجميع من كل أنحاء البلاد، توحدوا في إنقاذ ما يمكن إنقاذه. أيضا هناك فرق إنقاذ كثيرة متخصصة بدأت تعمل من كل مكان من العالم، دعنا نذكر أسبانيا، يعني السويد، فرنسا، الكثير الحقيقة من الفرق، من الجزائر أيضا، من مصر، ويعني الدول العربية أيضا، من الإمارات، السعودية، قطر، كل هذه الدول. الآن هناك يعني شبه تنظيم، يعني بدأ العمل ينظم بشكل دقيق وشكل أفضل للوصول إلى نتائج طيبة، رغم زحمة الجمهور وحركة الناس بدون وعي، ولكن هذا هو الواقع الذي يحصل. يعني سيد سالم، كما ذكرت، الوضع في درنة على شفا أزمة بيئية وكارثة بيئية ثانية. ما هي أبرز جهود الأمم المتحدة لمنع انتشار الأمراض والأوبئة في درنة تحديدا؟ طبعا يعني لعل أهم الجهود الآن يعني تحقق مسألة يعني مستشفى ميداني أو أكثر من مستشفى ميداني في أطراف المدينة، وهذه طبعا المستشفيات الآن يعني تنشر مسألة يعني ارتداء الكمامات، ويعني تحاول أن تعقم الأجواء يعني في بعض العاملين الذين هم يتحركون في تعقيم الأجواء، انتشار الجلوبز، انتشار الوعي بين الناس، ولكن الحقيقة الكارثة كبيرة، وهذا يحتاج إلى جهد كبير ويحتاج إلى وقت طويل حتى نستطيع أن نقفز ونتجاوز هذه المشكلة، لأنها تتعلق بالوعي الصحي وتتعلق بوعي السكان، وأيضا الناس الحقيقة هم يتحركون بغير هدي وبغير يعني اتجاه، ولا تستطيع أن تلوم الكثير من الناس. هناك من فقد الأحبة وفقد الأصدقاء وفقد الجيران، فكل هذه المسائل العاطفية تؤثر على الأجواء العامة في درنة سيدتي. نعم، جهود كبيرة. نرجو السلامة مرة أخرى للناجين في درنة وفي ليبيا.